إذن عملية رفح ربما لم تعد مرهونة بمفاوضات الأسرى، فموعد العملية البرية في رفح تحدد دون الإعلان عنه، وهذا ما قاله نتنياهو. مصادر إسرائيلية مشاهدين بيّنت أن نتنياهو أمر بشراء 40,000 خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح. اللافت مشاهدين أن نتنياهو الرافض لعودة النازحين إلى شمال، يقول إن شمال القطاع فيه أماكن كثيرة يمكن للمدنيين الذهاب إليها، وربما انسحاب الجيش من الجنوب إشارة إخلاء رفح ليس بالأمر السهل مشاهدين، فهناك 1.5 مليون مواطن تقريبا، لذا قد يحتاج نقلهم إلى أكثر من أسبوعين. لكن رغم تصريحات نتنياهو اليوم إلا أن الشكوك تبقى قائمة حول البدء الفعلي للاجتياح، خصوصا أنها لا تحظى بالرضا الأمريكي على الأقل حول الكيفية وليس حول جوهر العملية ككل. بالمناسبة مشاهدين، واشنطن لا تتجاهل حقيقة وجود 4 كتائب لحماس في المدينة، لكنها اعتبرت أن نتنياهو بالغ في تصوير أهمية القضاء عليها لهزيمة حماس.